انطلق مساء اليوم موسم ناصر بن حمد للرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة الذي يستمر حتى شهر أكتوبر المقبل. هذا وقد بدأت فعاليات الموسم بإقامة سباق التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. بهدف إحياء الموروث الشعبي البحريني والحفاظ على التراث الأصيل من خلال مسابقات تنافسية، يأتي موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة وسط مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني المهتم بموروث البحر، حيث أطلقت صافرة البداية اليوم في أولى فعاليات الموسم وهو سباق التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. اليوم الحمد لله طلق موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد لرياضة الموروث البحري. اليوم أول السباقات، اليوم الحمد لله انطلق موفقة. نبارك للفرق الفائزة اليوم واللي ما حالفهم الحظ، نقولهم ان شاء الله في السباق الجاي ان شاء الله. اليوم الحمد لله انطلق موفق ان شاء الله لموسم ان شاء الله مبشر باذن الله بالخير. ما شاء الله اليوم مثل ما انتم شايفين الحضور ما شاء الله طيب، والمتسابقين ان شاء الله ادوا مجهود مشكورين عليه، والتنافس قوي اليوم. ويقام السباق الذي يمتد لمسافة 3000 مترا انطلاقا من المنطقة القريبة من منتزه خليفة بن سلمان وصولا إلى المنطقة المحاذية لمتحف البحرين الوطني بمشاركة 12 فريقا، بحيث يمثل كل فريق 11 شخصا. كما تتنافس هذه الفرق للتأهل للسباق الختامي الذي يقام على كأس جلالة الملك المعظم في ختام الموسم. اليوم المنافسة كانت جدا شرسة على الثلاث المراكز الأولى. ما ننسى أن اليوم عندنا الشوط التأهيلي الأول من سباقات البحرية لسمو الشيخ ناصر بن حمد، وبما يليه عقب فيه عندنا شوطين اللي هو الشوط التأهيلي الثاني، وفي الأخير أغلى الكؤوس طبعا كأس سيدي جلالة الملك في شهر 10 إن شاء الله بيكون. والله يعني الحمد لله رب العالمين، احنا كنا نحقق دائما في المراكز الأولى من 2018 لليوم، والحمد لله يعني احنا وقفنا موسم واحد اللي هو الموسم اللي طاف، وراجع ما شاء الله راجع قوية. اليوم شركة شوي صعبة بين الأفرقة، ففي ثلاثة أفرقة قوية اللي هو العديد وكيتش كي وعصار، ففي أخطاء بسيطة كل القوارب بسيطة ترى، فمن اللي تفادى الأخطاء هذه بينجح فيها. فهنا مشاركتنا من 2018 من بدء الموسم، من بدء موروث الشعبي، فحصلنا في 2018 على 6 بطولات، في 2019 حصلنا على بطولتين، والقادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحدى أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم، وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ.